ضمل الأنباء قمر الحقيقة. الشمال للجنوب، الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، وما من إلى الغاز المنهوب، ما بدنا الغاز المنهوب، وما من إلى الغاز المنهوب، ما بدنا الغاز المنهوب، شعب الأردن يا أصيل، شعب الأردن يا أصيل، وشعب الأردن يا أصيل، شعب الأردن يا أصيل، وما بدنا غاز إسرائيل، وما بدنا غاز إسرائيل، وما بدنا غاز إسرائيل، ما بدنا غاز إسرائيل. اتفاقية صالح مين؟ اتفاقية صالح مين؟ واتفاقية صالح مين؟ اتفاقية صالح مين؟ واحتلال وفاسدين، احتلال وفاسدين، واحتلال وفاسدين، احتلال وفاسدين، ويا حكومة الاستبداد، يا حكومة الاستبداد، ويا حكومة الاستبداد، يا حكومة الاستبداد، دم العذر صار غاز، دم العذر صار غاز، ودم العذر صار غاز، دم العذر صار غاز، ودم العبر صار غاز، ودم الشهداء صار غاز، دم الشهداء صار غاز، ودم الشهداء صار غاز، دم الشهداء صار غاز، والربيع بدها تطير، والربيع بدها تطير، والربيع بدها تطير، والربيع بدها تطير، من السفارة والخنزير، من السفارة والخنزير، من السفارة والخنزير، من السفارة والخنزير، وكلمة حق وصريحة، كلمة حق وصريحة، وكلمة حق وصريحة، كلمة حق وصريحة، هذا الغاز فضيحة، هذا الغاز فضيحة، والله يا أرض معلّاه، علّا يا أرض معلّاه، علي صوتك من عمان، علي صوتك من عمان، علي صوتك من عمان، علي صوتك.
صالح مين؟ من قطعية صالح مين؟ الحرامية وفاسي دين. حرامية وفاسي دين. حرامية وفاسي دين. حرامية وفاسي دين. ومين قال الشعب مات؟ مين قال الشعب مات؟ ومين قال الشعب مات؟ مين قال الشعب مات؟ وهات يا الشعب هات. وهات يا الشعب هات. وهات يا الشعب هات. وهات يا الشعب هات. Yeah.
الاحتفال بيوم الكرامة، الاحتفال بشهداء الكرامة الذين ضحوا بدمائهم لوقف العدوان الصهيوني على الأردن، لا يكون بإعطاء الكيان الصهيوني 10 مليار دولار لدعم إرهابه وجيشه وحروبه المستقبلية. احترموا شهداء الأردن، احترموا شهداء الجيش العربي الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذه الأرض، الذين تقوم الحكومة بانتهاكها ورهن مستقبلها ومواطنيها بيد العدو عبر رهن ملف الطاقة الكهرباء لهذا العدو. هذه الحكومة لا تسمع أحدا، لا تسمع المواطنين، لا تسمع مجلس النواب، تخفي الاتفاقية وتقول أنها سرية، تغض النظر عن البدائل، عندنا ميناء الغاز المسال، عندنا الطاقة الشمسية، عندنا طاقة الرياح، عندنا الصخر الزيتي، عندنا آلاف البدائل، عندنا مشاريع يمكن أن تستثمر هذه المليارات في الأردن لتنمية اقتصاد الأردن، لتوفير فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من البطالة، ولكن هذه الحكومة تفضل أن تستثمر في العدو، لا أن تستثمر في مواطنيها، أن تدعم الإرهاب الصهيوني، لا أن ترفع الفقر عن مواطنيها. هذه حكومة تضيع مستقبل الأردن، هذه حكومة غير مسؤولة، ونحن نقول لها لن نتوقف عن الاحتجاج، لا هنا، تجاهلين قدر ما شئتي، ولكننا سنظل نقول هذه اتفاقية عار، هذه حكومة عار، نسقط اتفاقية الغاز، غاز العدو احتلال. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رواك، في رواك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك الغرق سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، ضمن للأنباء قمر الحقيقة.